ايه يا جماعه؟ يا جماعه في ايه؟ هنتطور امتى؟ نتكلم في ضربات جزاء برضو نفس الوضع. مش عارف، منظومه تحكيميه غريبه، عانينا سنين طويله، عانينا سنين طويله. ما نختار يا جماعه، عندنا حكام افضل من ده. احنا الاهلي والترجي ده نهائي مبكر، نهائي مبكر اتحاد افريقيا، المفروض انت في مصر هنا والناس توصل لهم. ازاي ازاي كده؟ الى ايه السوق ده؟ قرارات عكسيه، قرارات عكسيه، انفرادات بتتلغي، ضربات جزاء كانه مش موجود. والنادي الاهلي هو اللي انا بتكلم كوره، لكن ما بخلقش ولا اعذار ولا حجج. انا مستغرب كشادي على المستوى الشخصي كبرنامج، اللي انت في مباراه نهائي مبكر واشوف المنظر ده، ومتقدم شكوى من انديه كتير جدا بالمناسبه. يعني الناس بقى تستقيم ويكونوا سامعيننا، لان ده نهائي مبكر، اهلي وترجي ده نهائي مبكر وجماهيريه، ادي كل واحد حقه. لكن مره تانية ما بخلقش اعذار ولا حجج لفرقتي. كوره لسه في ملعبك. الاهلي قادر يكسب بره؟ طبعا قادر، مش حارمي الفوطه. ولو انا عندي 2%، لو عندي 2% اللي انا يعني اللي هم الاهلي ممكن يكسب، مستحيل اقول لجماهيري كده، لان التاريخ ما قالش كده، واللي يراهن على الاهلي يكسب. ده مهم جدا. النقطه الاخيره اللي عايز اتكلم فيها، ودي هتبقى واضحه اكتر وتوضح اللي انا عايز اقوله. لقطه احمد فتحي في المباراه لقطه مهمه جدا تستحق، مش هقول اشاده، مش حاجه، اتكلم على لعيب عنده تاريخ كبير، لعيب انا مش عايز فنيات، في اوقات الاهلي عايز جدعنه، عايز بتقاتل، كور المشتركه تبقى وحش، عشان لما يجيلي لعيب ومهاري ابقى خايف مني، عارف ان انا اختار طريق تاني وانا بروح له، لا اضم لجوه، ده مش عارف مش ماشيه معايا. وده احمد فتحي، اللقطه امام حضراتكم اعرضها دلوقتي. الراجل عشان بيستعجل اللعب نزل راكع على الارض. هي مش فلسفه واللي احنا نقول اي مواقف وخلاص، هي مش اللي احنا بندور على اللعبه نمسك فيها عشان نقول اي كلام. في صوره بمليون كلمه، في صوره بمليون معنى، في صوره تدي درس للجميع، لجمهور ولاعيبه زمايلك جنبك وكل حاجه. يعني حاول نوضحها اكتر للساده المشاهدين. احمد يا جماعه راكع على الارض بيلعب الاوت بسرعه، ده في ناس اهلاويه اتريقوا، متخيلين؟ في ناس اهلاويه اتريقوا. ايه العصر اللي بقينا فيه ده؟ ايه العصر اللي بقينا؟ يا احمد يا فتحي انا بشكرك على الصوره دي، لكن زيك زي زمايلك كلهم، الرساله اللي احنا قلناها في الاول، لان دلوقتي احنا روح الجماعه كلنا، دلوقتي احنا كلنا على قلب رجل واحد. لكن الصوره دي يا احمد انت اديتنا صوره هديه النهارده نعرضها للجماهير، زي ما ناس كتير اتكلمت فيها في السوشيال ميديا، لكن احنا لينا راي مختلف. الصوره دي هديه لكل لاعبي النادي الاهلي اللي هيبتدوا المباراه اللي جايه. من اول دقيقه لازم يبقى الوضع كده بسرعه وحماس واخدني وقاعد مشطشط واقف في المباراه على طراطيف صوابعي. ده مش معناها ان انا ابقى متهور داخل المباراه، ومش معناها ان انا ابقى في عشوائيه. لازم اكمل المباراه، لازم اكمل المباراه، بلعب ال 11 اللي ابتدوا هو اللي تبتدي بيهم المباراه وتنهي بيهم المباراه، لان انت بتقابل فريق قوي وسط جمهور. ما اقدرش اكلمك ايه السيناريو وهتبتدي ازاي، مش شغلتي، لكن الصوره دي بمليون معنى. في مواقف كده بتبقى موجوده، زي ما قلت لكم ابو تريك، انا بقول كلمه حق، في في الماتش ده عنده شد، لو شاول لمانون هيخرجه، سبحان الله يكمل وهو اللي يجيب الهدف. فربنا سبحانه وتعالى، صدقوني في عالم كره القدم في نقاط كتير جدا، بس هقول لكم نقطتين انا شفتهم اكتر 100,000 مره مع النادي الاهلي. ممكن تبقى كويس قوي جدا ومكسر الدنيا والدنيا كلها مرعوبه منك، وواحد على الدكه قاعد زعلان اللي هو ما لعبش، فضل مصلحته على مصلحه زمايله على مصلحه التيم، فتلاقي الكوره مش عايزه تدخل من حس، اما تلاقي لعيب واثنين وثلاثه قاعدين عاملين كده. ده في الكوره موجود؟ اه طبعا موجود. تلاقي قفلت مهما عملت، فلازم
تكاتف، ترابط. شفنا في كرة القدم إخلاص، بتدوس على نفسك، بتدوس على نفسك، تعبان مش قادر بس بدوس عشان خاطر الفانيلا دي، وعشان خاطر النادي ده، وعشان خاطر الجمهور ده، بدوس على نفسي. تلاقي توفيق ربنا اللي انت بتدور عليه مش دايما. بعد المباريات كلها شوفوا لعيبة مصر كلها وهي بتصرح بعد الماتشات، هتلاقوا جملة شايل الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا النهاردة، الحمد لله رب العالمين. قبل ما تسألوا فنادق يجي يدخل في المداخلات، الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وقدرنا نفوز. فالتوفيق بيجي مش بالكلام، التوفيق بيجي باللي انا بقوله، القتال، وتيجي على نفسك. لو قادر ادي ودوس اكتر، خلاص مش قادر خالص بترفع ايدك للمدير الفني هيسقف لك، عملت اللي عليك، جمهورك هيسقف لك. كان مهم جدا في بدايه الحلقه نتكلم في الرسائل اللي انا قلتها، ونرجع للتاريخ اللي احنا فخورين بيه وبنحترم لكل الجماهير، اصحاب الاشاعات واللي فرحوا وقعدوا يتريقوا على احمد فتحي في الصوره، واللي نواياهم الفوز ده ولا الهزيمه دي هتفرق معانا. الاهلي كبير قوي، الاهلي كبير بجمهوره واولاده ورموزه، وما عندهوش مستحيل، وما عندهوش مستحيل. الاسبوع اللي فات قلنا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الترجي، محدش كلمنا في أي حاجة. والنهاردة عدينا الشوط الأول، ولا تقول لي صوت انتخابات، ولا تكلمني عن ترشيحات، ولا تكلمني عن أي حاجة. اللي بيحب الأهلي يقدم الدعم والمساندة للعيبة، وبعد كده ما يجي وقت الانتخابات نتكلم كلنا في الانتخابات، ونتكلم بحيادية وباحترام عن الجميع. نروح لفقرة الترد الجميل، وبعدها استقبل اثنين من نجوم النادي الاهلي، نتكلم شوية كورة، نشوف رأيهم ايه، هيوجهوا رسائل للعيبة وكابتن حسام البدري يقولوا لهم ايه، كابتن محمد عامر والكابتن مجدي تركي.